التنظيم المشترك والظفر بتتويج التنظيم المشترك للمملكة المغربية والدولتي إسبانيا والبرتغال دل على شيء، دل على الرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. يعني العمل كيتكلم عليه في جميع المجالات، الرؤية ديالو الثاقبة، الاستراتيجية اللي حطها على أساس كنا شحال من مرة كان عندنا طلب ديال الترشيح، وهذا أول واحد اللي خصنا نهنيه هو صاحب جلالة الملك نصره الله، لأن الرؤية ديالو الثاقبة على المستوى العالمي ولا المستوى العربي ولا المستوى الإفريقي. والبلاد ديالنا ما شاء الله كانت مضيافة في السنوات الأخيرة، مجموعة ديال التظاهرات الريادية بدليل مجموعة ديال المنتخبات اللي كانوا كيجيو يحضروا عندنا ويلعبوا عندنا مقابلات، تنظيم ديالنا ديال مقابلات ديال كأس العالم أو الكأس إفريقيا النسوية أو مجموعة ديال النهائيات اللي عرفها أو المونديالتو. وهذه الحويجات ما كتدل إلا أن المملكة المغربية بخير، القيادة الراشدة ديال صاحب الجلالة. ومن هنا خدوا الجامعة مشات في نفس التوجه لرسم السيف فوزي القجاع، لأن النهضة اللي عرفتها الكرة القدم الوطنية تتكلم على نفسها، وصيف كأس العالم مؤخرا، كأس العالم كأس إفريقيا 21، يعني مجموعة ديال الإنجازات ولا الفروق. نتمنى أن هذا التنظيم اللي غيكون فيه الخير على الريادة المغربية ولا على المملكة المغربية، مجموعة ديال المشاريع اللي تكون تدر الفائدة للجميع.